معانا اول سوره. دي سوره ايه يا كيجي؟ لبن. سوره ايه يا كيجي؟ لبن. طب ايه هم اصحاب حرف اللام؟ لبن، لسان، لعبه. شطوره يا مس هدير. طب مس الاء بتحبي تشربي اللبن ولا ما بتحبوش؟ اه بحبه يا مس عشان خلينا اقوياء. بيخلينا اقوياء. طب تيجوا مع بعض نكتب كلمه لبن مع بعض. بنقول ايه؟ لا لا، يبقى حرف اللام فيه ايه؟ فتحة. فتحة. لا ب ب ب حرف الايه؟ ب ب. حرف الباء هتسيبه كده يا كيجي؟ لا. هيا مثلا لا، هيفرد لسه ايده عشان يمسك في ايد صحابه. تمام، هنعمل ايه؟ شرطة نايمة وهنطلع له السنة. طب حرف الباء يا مس هدير عنده نقطة ولا نقطتين؟ لا، نقطة واحدة. نقطة واحدة. لا ب ن ن ن حرف الايه؟ النون. طيب دلوقتي كيجي احنا خدنا كل كلمة هنحللها، يعني تحليل يا مس مروة، يعني الحروف بتخاصم بعضها واتخانقوا وقالت ايه بقى؟ انا عايزة اقعد لوحدي، انا عايزة اقعد في المربع لوحدي. تمام، تعالي نشوف هنحلل كلمة لبن ازاي. اهو كل حرف هيقعد في المربع لوحده، ملوش دعوة باي حاجة. ها، اول حرف معانا حرف الايه؟ اللام. هرجعه ايه يا مس هدير؟ الكيجي جي 1. الكيجي 1. طيب لا ب ب ب حرف الايه؟ ب. ب هرجعه كيجي 1. اخر حرف معانا حرف الايه؟ النون. يبقى دي كلمه ايه؟ لبن. تعالى نشوف معانا ثاني حرف. يلا نشوف الصوره، نشوف مع بعض الصوره اللي معانا دي صوره ايه؟ نحله. برافو. طب النحله من اصحاب حرف، من اصحاب حرف ايه؟ النون. برافو عليكم. يلا نشوف مين تاني من اصحاب حرف النون، مين فاكر؟ نسر يا مس. نسر. برافو. نحله ونسر وايه كمان؟ نجوم. نجوم. طب النجوم دي بتطلع الصبح ولا بالليل؟ بنشوفها بالليل. بالليل. برافو. طب يلا نكتب مع بعض كلمه نحله. ن ن ن حرف النون. نون. نون عليها ايه؟ فتحه ولا كسره ولا ضمه؟ ن فتحه. ن فتحه. برافو. ن ح ح ح ح ح. طب النون هنا فارده ايديها ليه؟ عشان لسه هتمسك في ايدين صحابها. برافو. ن ح ح ح حاء. الحاء كمان فارده ايديها. نحله. ل ل حرف ايه دوت؟ لام. لام. برافو. نحله. ه ه نكتب ايه؟ برافو. الها ها بيبقى ايه؟ تاء مربوطه. طيب بعد ما الحروف اتكتبت كده جنب بعض عملوا ايه؟ اتخانقوا مع بعض وكل حرف قال انا هقعد في مربع لوحدي. يلا نكتب المربع بتاعنا ونشوف الحروف لما اتخانقوا مع بعض عملوا ايه. حرف النون قال انا عايز اقعد في مربع لوحدي ورجع لكيجي 1 وقعد في مربع لوحده. بعد كده حرف الحاء كمان قال انا كمان عايز اقعد في مربع لوحدي. وده الحرف ايه دوت يا ميس مروه؟ لام. لام. برافو. مش الالف المد يا ميس، لان عشان الالف المد مش بيمسك في ايدين حد، فدوت بيمسك في ايدين حرف تاني يبقى ده اللام. شطوره. طيب وده اسمه ايه يا ميس الاء؟ تاء مربوطه. تاء مربوطه. يبقى احنا كده كتبنا كلمه نحله وحللنا كلمه نحله لما الحروف اتخانقوا. سوره ايه دي كده شايفينها قدامنا؟ فراشه. طب فراشه من اصحاب حرف ايه يا مس مروه؟ فاء. طب فاكره يا مس هدير اصحاب حرف الفاء؟ فراشه. فراشه وفيل وفول. برافو. طب يلا بقى نكتب فراشه زي ما اتعلمنا. فاء 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 يبقى فاء فتحه يا مس. طب الفاء هتفرد ايديها ولا هتقفلها؟ هتفرد ايديها. هتفرد عشان لسه هتمسك في ايدين صحابها. فراء. راء 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 حرف ايه ده؟ راء. راء. فراء. الف مد. الف مد. طب الالف مد هيمسك في ايد الراء؟ لا. ليه؟ عشان الراء زي الالف المد ما بتمسكش في ايد حرف. فراء. ش ش ش شين. شين. طب الشين هتمسك في ايد الالف؟ لا. عشان الالف مد ايه؟ ما بيمسكش في ايدين حد. شين. عندها كم نقطه شين؟ ثلاثه يا مس. واحد اثنين ثلاثه. فراشه. ها ها الها دي ايه؟ تاء مربوطه. قلنا اول ما نشوف المستطيل ده يبقى ايه اللي حصل للحروف مع بعض؟ اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا وكل حرف قال للتاني انا عايز اقعد في بيت لوحدي. اول حرف هكتبه هنا حرف ايه؟ الفاء. هكتبه كده ولا هرجعه كي جي 1؟ لا يرجع كي جي 1 مقفول. بعد الفاء؟ راء. راء. بعد الراء؟ الف. بعد الالف؟ شين. شين برضه هرجعها تاني كي جي 1. بعد الشين؟ تاء مربوطه. تاء مربوطه. يبقى احنا كده كتبنا كلمة فراشة.